تستضيف العاصمه الفرنسيه باريس مؤتمرين لدعم اوكرانيا الاول دولي والثاني ثنائي فماذا على جدول الاعمال يحمل المؤتمر الاول عنوان متضامنون مع الشعب الاوكراني يشارك فيه ممثلون عن 47 دولة بالإضافة إلى المنظمات الدولية والمؤسسات المالية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس ووفق بيان الإليزي يهدف المؤتمر إلى جمع داعمي أوكرانيا الدوليين للاستجابة بشكل ملموس وعلى المدى القصير للحاجات الملحة للشعب الأوكراني وتمكينه من تخطي فصل الشتاء خصوصا في مجالات الكهرباء والتدفئة والمياه والنقل والصحة أما المؤتمر الثاني فثنائي الطابع وتستضيفه وزارة الاقتصاد الفرنسية التي دعت 500 شركة ومؤسسة فرنسية لحضوره سيتخلى المؤتمر ورش عمل وطاولات مستديرة ولقاءات مباشرة لإظهار كفاءات وقدرات الشركات الفرنسية على أن تكون طرفا فاعلا لفترة ما بعد الأزمة وفق الإليزي أيضا تتمثل الغاية في المؤتمر الثنائي في مساعدة أوكرانيا على الصمود وعلى إعادة الإعمار وتشجيع الشركات الفرنسية على الاستجابة للحاجات الأوكرانية الطارئة. والمساهمه في اعاده اعمار البلاد والاستثمار فيها على المدى البعيد وبمناسبه المؤتمرين وزعت الرئاسه الفرنسيه بيانا بالمساعدات التي وفرت لاوكرانيا حتى الساعه وتضمنت انشاء باريس صندوقا فرديا ب 200 مليون يورو من اجل تلبيه الاحتياجات الانسانيه الطارئه، كما ساهمت ب 550 مليونا في الصندوق الاوروبي للدعم العسكري. كما نقل مركز الازمات والمسانده الفرنسي 2500 طن من المساعدات الى كييف ونسق 12 عمليه اجلاء طبيه بالاضافه الى تمويل تمويل 18 مشروعا في مجالات المساعدات الطبية والأمن الغذائي والدعم النفسي وإرسال 100 مولد كهرباء كما هو واضح من بيان الإليزي لن يغوص المؤتمران في الشؤون العسكرية أو السياسية لأزمة أوكرانيا بل تسعى باريس إلى تحقيق نتائج فورية تساعد كييف على المدى القصير